اسمي سمير عواد وأنا بمدرسة ماري يوسف. بدي أحكي لا سكروا المدارس، سكروا عشان الحكومة داش تعطينا المصاري، لا يعني انتو بتكونش تعطونا المصاري عشان احنا بدنا نتعلم ونصير كبار ونشتغل وناخد مصاري ونفوت ونشتغل ناخد مصاري وعشان ناكل ونشتغل نعمل كل شيء، عشان هيك بدنا احنا نتعلم واحنا بدنا نكون مناح وندرس كل شيء ونعمل كل شيء.